تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق عمل البرنامج معنا اليوم في الإعداد، الأخت نور نزال، في التنسيق أحمد سلامة صبحك الله بالخير، وفي الإخراج عيسى سبيل. يا هلا يا عيسى، منور الاستوديو. أيضا أرقام التواصل معنا مستمعين وتخبركم عنها الدكتورة ندى الملة. صباح الخير دكتورة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الأربعاء الجميل، والجو ما شاء الله جميل ورائع، ما حد يشرد، كلكم في الدوام، بعد ما تبصمون إن شاء الله خروج روح استانسوا بالجو. شفت كلام المدرة كيف تغير؟ قبل ما كنت تقول شيء. قبل ما كنت أقول شيء لا. الحين لا، الحين تزامنا مع الجو. فنذكركم بأرقام التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. طيب دراستنا اليوم يعني نتكلم فيها على السريع. يعاني العديد من الناس اضطرابات في النوم، ويتساءل الكثيرون عن السبب، ولا شك أن الأسباب عديدة بحسب ما أكدت الدراسات، إلا أن أحد أبرز العوامل المؤثرة على النوم والاستيقاظ هو حرارة الغرفة. ونشهد. ولعل هذا ما يغفله العديد ممن يعانون أرقا أو مشكلة في النوم. فإلى أي مدى تنعكس درجة حرارة الغرفة على قدرة الشخص على الاستيقاظ من النوم؟ تبدو الإجابة الأوضح على هذا السؤال بسيطة، فدرجة الحرارة لها تأثير مباشر مساء على الدخول السريع في النوم، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن الغرفة التي تتكون درجة حرارتها ما بين 16 و17 درجة مئوية مريحة جدا للحصول على نوم سهل، بل نوم مثالي. حرارة الجسم يجب أن تنخفض أولا قبل دخول الإنسان في النوم، والعكس صحيح. إلى ذلك تعتبر العوامل التي تساعد على النوم هي نفسها التي تنجح في جعلك تستيقظ، أي أن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على اليقظة أيضا. وعموما فإن درجة حرارة الجسم البشري تصل لأدنى المستويات مع اقتراب الصباح، ومن ثم تبدأ بالارتفاع تدريجيا خلال الساعات اليوم لتصل إلى مستويات قياسية في النهار. عرفت حين ليش أمهاتنا كان أول شيء يسوون سكرون مكيف لما ينوعونا عشان يستوي حر فطسة وتضطر تنشب للنوم بسهولة. شوفي أحيانا هاي سياسة ترى في دراسات في يسوونها، يعني أنا أوريدي مجربنها عرفة. أمهاتنا كان يسوونها أول شيء تسكر المكيف قبل أي دراسة وفعلا تنش. حطه على التايمر. حطه على التايمر. على المنبه يعني. أوكي. تحط منبه لا عشان تنش الصبح؟ لا 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 لا. المكيف تحطين انه يتم شغال مثلا في مكيفات تحددين ساعات، في مكيفات لا المركزية هذه اللي تحددين شو اسمه درجة كل واحد يتبربر بالبرورة يحس حر بالبرورة في البرودة واحد ينخش وينام. انزين عموما يعني دراسة أنا يا ليتني أنا سويته وكتبته ونشرته. ما كان يحتاج دراسة. هي والله كان محمود نشرته، أنت عندك وايد علم مفروض تنشره وتقول دراسة. أنا خاف. ليش؟ أنا بدعمك بقول صحيح. عندك ثامين؟ ها؟ أنا دكتور دائما الناس تثق في رأي الدكتور. إنزين. ناخذ فقرتنا التوعوية اليوم، نتكلم عن مضادات الأكسدة وأهميتها. معانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عرين زوربا. صبحك الله بالخير يا عرين. صباح النور. صباح النور جميعا. صباح فعلا الجو حلو. فعلا عرين أنت ماخذة ما شاء الله لقب العائلة عندكم، هذا لقب زوربا، أحد الشخصيات الشهيرة، الشخصيات اليونانية. اليونانية نعم. نعم كثير ناس سألوني نفس السؤال وقلت لهم بصراحة إحنا من إقرابش بعض، بس خير وبركة يعني نفس. لا مو بخير وبركة، إذا ما تبغين زوربا يكون يقرب لك تبغين الصدق. أنت اقري في شو اسمه في هذه الشخصية. لا بتح... الشهرة يعني الاسم. لا بتقولي إن شاء الله ما يقرب لي. خبرينا يعني. خبرينا عن مضادات الأكسدة وأهميتها. أكيد. هلأ بالأول إحنا لازم نعرف شو معنات الأكسدة، لأنه في كثير ناس بجوز ما بيعرفوا شو يعني الأكسدة قبل ما نقول مضادات الأكسدة. طبعا أنا كثير رح أحكيها بطريقة كثير خفيفة ورح تنفهم بشكل سريع، وأكيد الناس تعاملوا فيها بحياتهم كل يوم.
مثلا أعطيهم مثال اللي هو التفاحة. لما بتقشر التفاحة عند تقشير التفاحة وتتركها بغرفة يعني خلينا نقول الغرفة عادية يعني نعم تتأكسد. شو بصير فيها بعد شوي؟ بتتأكسد فعلا، بصير لونها بتتحول للون البني. صح. هذا ليش السبب هذا؟ السبب لأنه بصير في تفاعل بين الأكسجين الموجود في الهواء والمكونات اللي موجودة في التفاحة نفسها. فهذا بنسميها الأكسدة. صح. هلا شو بنعمل احنا عشان ما يصير هذا الموضوع؟ طبعا احنا بننصح بوضع قليل من العصير الحمضيات حتى عليها حتى لا يتغير انه اللون. وشو بنسمي احنا ليش هاي الحمضيات حطينا عليها؟ لانه الحمضيات هي مضاد فيها مضادات الأكسدة. صح. فبهالشكل هذا احنا هلا بنفهم انه مضادات الأكسدة هي تتكون من الحمضيات وممكن حتى من الفيتامينات الموجودة في أنواع من الفواكه والخضروات اللي بتساعد على اللي هي ضد هاي الأكسدة. نعم. طيب هلا احنا مثلا بنقول احنا طب هذا شو له دخل بالانسان بجسم الانسان؟ صح. هلا الفكره منه انه نفس الفكره اللي بتصير بالتفاحه عم بيصير في خلايا الجسم الانسان نفسه. انه بصير عندنا تأكسد لما احنا بنتناول الطعام، بصير عندنا لازم هاي التفاعلات تصير في جسم الانسان حتى ناخذ منها الطاقه والى اخره. نعم. وبنفس الوقت بصير عندنا الاكسده. طبعا الاكسده هي مضره جدا للجسم لانه بصير عندنا زي تقوم بتقسيم جزيئات الخليه وبتدمرها. بصير عندنا شو عرضه انه يصير عندنا مشاكل زي الفيروسات، نصاب بامراض اللي هي الالتهابات. نعم. فعشان نحاول احنا نبتعد او نتجنب اللي بيصير معانا، خصوصا هلا احنا بجو الدنيا شتاء وعم نمرض وبصير عندنا برد ونزلات برد، من حس الانسان او الجميع يعني. نعم. من مكان صغير او كبير، انه طبعا يروح للاشياء اللي فيها مضادات الاكسده. فالاشياء هاي اللي فيها مضادات الاكسده هي توجد في الماكولات البحريه كالاسماك وغيرها. ليش؟ لانها بتحتوي على الزنك، والزنك هي ماده من مواد الاكسده، الماده اللي فيها الانتي اوكسيدنت. الشغله الثانيه الشاي الاخضر، اكيد الجميع سمع بالشاي الاخضر. الشاي الاخضر مش بس على موضوع التنحيف والوزن، كمان فيها مضادات اكسده بتحمي الجسم وبتقوي المناعه. صحيح. طبعا غيره من الفيتامينات الاخرى زي الفيتامين سي اللي هو بنقول عنه جيم، اللي هو موجود في البرتقال والليمون وموجود في الطماطم والتوت. هاي كلياتها بتعطي اول شيء بتحمي الجسم وبتقوي المناعه. والشغلة الثانية بسبب بتقوي الواحد، بتبعده عن نزلات البرد. يعني لما نحس انه هلأ الجو عم ببرد، بنقول للجميع يا جماعة بلشوا اشربوا لو على القليلة في اليوم كاسة الى كاستين عصير برتقال فريش، عساس انك تحمي حالك من البرد. صح. ونفس الاشي موجودين بالفيتامين ألف اللي موجود زي في الكبد والبيض. كمان تقوية العظام وتقوية الأسنان، وكمان نفس الاشي يساعد على إصلاح الضرر اللي صار للخلايا اللي موجودة في جسمنا. نعم. شاكرين لك يا عرين زوربة، اسمك جميل ما شاء الله. وشكرا على المعلومات الجميلة هذه. شكرا وكل التوفيق. شكرا يا عرين. شكرا طيب. على طاري الشاي الأخضر انزين عشان انه ينقص الوزن، هذا يذكرني واحد ضارب عيش ولحم واخر شيء شو يطلب؟ دايت مشروب غازي. ايوه زين. ليش؟ او انا لا عشان احافظ على وزني، او انا ما اشوف السكريات ولا اكلت شويه. والجريمه هاي اللي ارتكبتها شو هذه؟ شو لا هذا عادي. ولا يضرب ضرب الخمس ويقول لا والله ما بحل يا جماعه معاكم، بس بشرب شاي اخضر. ليش؟ والله قاعد اراقب وزني. والجريمه هذه المذبحه اللي صارت قبل شوي في اللحوم والشحوم. نسبة يعني تتوازنوا في الموضوع يا جماعة. جميل. ما في شيء يحرق الدهون، ما في شيء يخفف الوزن. أنتوا تراقبوا شو تأكلون وتحركوا ريولكم ينقص وزنكم. طيب نطلع فاصل. هي. دكتورة، لأن اليوم جدول برنامجنا شوية مزدحم، عندنا العديد من المواضيع اللي منتكلم عنها. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. عيسى، شو المسلسل اللي تتابعه وراي؟ شو اسمه دكتور هالمسلسل؟ ما اعرف. زين، ارقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق رسائل نصيه على 4006. طبعا اليوم نحن يعني نتمنى مداخلاتكم تجينا على السريع. باكر ان شاء الله عندنا حلقه استثنائيه بتكون هذه الحلقه
بتكون إن شاء الله ليوم العلم. اللي حاب يشاركنا باكر المجال مفتوح له عن يوم العلم باكر مو باليوم. عموما ما نتكلم الحين مع الأخت حواء عبد الله حسن ضابط أول في إدارة التعليم الطبي عن ورشة عمل إدارة التعليم. طبعا هذه الورشة صارت بحضور متحدثين عالميين. أول شيء صبحت الله بالخير حواء. أهلا وسهلا محمود، صبحكم الله بالخير. طيب صباح الورد يا حواء. الحين عطينا أول شيء نبدأ عن ورشة عمل إدارة التعليم الطب، صح شي اسمها؟ أيوة انزل. اسمها الورشة هاي اسمها ورشة عمل الابتكار والاتجاهات المستقبلية في التعليم الطبي والأبحاث. ما شاء الله عنوان جميل ضخم يحمل الكثير من المحاور، عطينا أهم المحاور فيه. بس أعطيكم نبذة عن الورشة محمود. الورشة هاي طبعا أنت تعرف بتوجيهات من صاحب بن سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاتم دبي رعاه الله، وتوجيهات من المجلس التنفيذي والقيادة الرشيدة في هيئة الصحة في دبي على ضرورة تعزيز دور التعليم الطبي والأبحاث في الإمارة. فالورشة هاي اليوم تناقش الابتكار الحالي والاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي والبحوث. جميل. طبعا احنا حاليا كإدارة التعليم الطبي شغالين على استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث. نعم. فالورشة اليوم الحمد لله راح تساهم ان نحن كيف نقدر نوضع استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث على مستوى الإمارة. ممتاز. موضوع وايد مهم جدا. اختي حواء خبرينا من المتحدثين العالميين بيكونوا موجودين عندكم في هالورشة؟ الغالية الحمد لله اليوم عندنا نخبة من خبراء عالميين تبون الصج يشتركون في الورشة هاي. من أهمهم عندنا بروف من هارفارد ميديكال سكول اسمه دكتور ويليام هاستلين، وحاليا طبعا الورشة شغالة عندنا هو أول سبيكر، وعندنا دكتور كريج ويلي من أمريكا، وعندنا بروف جورجن نوردستوم من تشيرمان أوف ميديكال كوليج، وعندنا بعد دكتور توبي لينكويل من أنجلترا. يعني ما أخذينهم ما شاء الله من كذا مكان، ما شاء الله من أماكن مميزة يعني المتحدثين يعني العالميين، وأكيد إن شاء الله بيثرون هالورش اللي بيحضرها المستهدفين من الورش هذه. وكم تتوقعون الحضور؟ احنا لا ما شاء الله عندنا كمية حاضرين. احنا كان الهدف الاساسي احنا بالذات يعني يوم يبنى اخترنا النخبة هذيلة ان الموظفين هيئة الصحة يشتركون يجون الورشة ويشوفون احدث الافكار حول يعني كيفية تغيير مستقبل الرعاية الصحية وشو الاثار المترتبة على التعليم الطبي والبحوث. فما شاء الله عندنا كمية جايين يعني موظفين. زين ليش ما عزمتوا الدكتورة ندى وياكم؟ من غير دعوة ها؟ من غير دعوتي ها؟ زين. أول وحدة هي أول حضور. نحن شاكريلك يا حواء. والله يوفقكم إن شاء الله. بعد أنا بعيد عن الورشة أبغي أهنيكم على الميداليات اللي حصلتوها ضمن دورة الشيخة هند. هي ما شاء الله. تعرفين كم ميدالية حققوا؟ كم؟ مادام حواء معاهم أكيد وايد. كم؟ احنا الحمد لله اخذنا الذهبيه في الريشه الطايره، واخذنا في الشطرنج المركز الثالث. ممتاز. المقيمات هي عندنا الحمد لله، لا عندنا هالسنه طلعنا باشياء حلوه ان شاء الله. ما شاء الله يعطيكم العافيه. مشكوره يا حواء، شكرا الله جزيلا. الله يسلمكم ومشكورين، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك حبيبتي. على الجانب الاخر بعدنا في نفس الاطار، اطار التعليم والتثقيف، ودائما هيئه الصحه بدبي عندها مجالات كثيره في التثقيف. ما ادري وفاء خالد المحيسن، هي طبعا يعني تعمل في إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في قسم إدارة المعرفة، عندهم مجموعة من المشاريع اللي سوتها الهيئة، شكلت لجنة اسمها لجنة استدامة مشاريع القراءة. ممتاز. اليوم في فعاليات هسين يسوونها اللجنة، يحاولون أن يعني شفتي البارحة أنا أبغي أتكلم الحين. أول شيء صبحت الله بالخير وفاة، كيف حالك؟ هلا ومرحبا، حياك الله وسهلا. الأمس كان في تحدي القراءة. ها يعني من الجمال أن نحن نشوف
يعني الفائزة بهذا التحدي في هذا السن الصغير صحيح. تقدر أنها يعني تتحدث بهذه الطلاقة صح. وأيضا يعني 9 سنوات تقرأ 200 كتاب ما شاء الله تبارك ما شاء الله الرحمن صحيح. وطلاقتها في الكلام كانت تتكلم ما شاء الله يعني ما شاء الله واضح الجهد الكبير اللي بذلوا أهلها في لإنتاج مثل هذه المعرفة في هالطفلة في هالعمر الصغير. هي للأمانة يعني كلمات الشكر صح. حقيقة لا تسعني أني أنا توجه بها لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذه المبادرة العربية العالمية والتي إن شاء الله سوف تكون نواة لنهضة الأمة العربية لأن النهضة لا تكون إلا بالمعرفة لا تكون إلا بالقراءة لا تكون إلا بالثقافة. فنرجع لهيئة الصحة وفاء يعني في فعاليات كثيرة تقومون بها لتشجيع القراءة بين الموظفين والمتعاملين خبرينا عن هذه الفعاليات وأهمية تشجيع القراءة بين الموظفين والعاملين. أولا أسلم وأصبح عليكم وعلى المستمعين كلهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يخفينا أخوي محمود اهتمام الدولة بالقراءة والمطالعة صحيح. هذا الاهتمام ما هي من فراغ ولا إنه يبغون بس يعني مثل ما يقولون شعارات رنانة لأن إحنا كدولة نتقدم وبوتيرة سريعة. هذا التقدم ما بيكون فيه إلا جيل يتوجب عليه أن يكون على قدر من التوعية والاطلاع والمعرفة صحيح. يعني ما يكتفي الإنسان بس اللي درسها في المدرسة لازم يوسع المدارك وهذا بالقراءة صحيح. فهيئة الصحة طبعا بتوجيهات من قيادتنا ودعم كبير من القيادة عندنا في هيئة الصحة أن تم تشكيل فريق أنظمة القراءة وصراحة نحصل دعم جدا كبير الهدف منا تشجيع الموظفين نحاول قدر الإمكان نشجع الموظف نحاول نيسر له ونسهل عليه الوصول إلى الكتاب وتسهيل الحصول على هذه الكتب جميل. وفرنا عدد من المكتبات في هيئة الصحة في مكتبة في مستشفى لطيفة وجاري العمل في مستشفى دبي ومكتبات صغيرة في اللي هي مراكز الرعاية الصحية الأولية صحيح. وفي مكتبة في الإدارة العامة وبإذن الله تعالى يتم تغذيتها طول يعني طول السنة بالكتب الحديثة. في أنشطة شاركنا فيها عندك مثل مهرجان طيران الإمارات للآداب هيئة الصحة شاركت ورعت إحدى الورش القرائية اللي كانت موجودة فيها صح. مثل ما قلت شبعب إحنا سوينا هي ساعة القراءة الوطنية شاركنا فيها يوم 27 مارس جميل. غير هذا إحنا ننظم رحلات يومية سواء كان معرض كتاب أبوظبي معرض كتاب الشارجة نوفر حافلات يومية للموظفين عشان نسهل عليهم وما تروح عليهم فرصة زيارة المعرض. أحسنتي ممتاز. هذا موضوع وايد مهم لحكينا نبغي نذكره كذلك وأيضا يعني الفكرة هذه نتمنى تعمم على جميع الدوائر الحكومية. وفا أنت ما شاء الله يعني في أصوات عندك وما شاء الله في حركة الظاهر أنت في فعالية من الفعاليات الحينة. نعم أنا حاليا متواجدة في مستشفى دبي في فعالية تقام بمناسبة عام زايد في معرض للصور صور عامة صور رياضية وبعض منها نادر جدا إحنا حصلنا عليها من الأرشيف الوطني والحين حاليا افتتاح المعرض وفي طوابع أيضا اللي ما قبل الاتحاد وبعد الاتحاد اللي عليهم صور الشيخ زايد. جميل جميل جدا. إذن وفا يعني نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق في جميع الفعاليات. ذكرتي مسألة مهمة دكتور أن هيئة الصحة اليوم توفر حافلات صح. لموظفينها لزيارة معرض الشارقة للكتاب طوال أيام المعرض. جميل. يعني عندك الثالثة على التوالي مو بأول مرة لأن هم دائما يحرصون موظفين على 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 زيارة هذا المعرض وأيضا هنالك يعني تعاون كبير ما بين المدراء أنهم يسمحون لموظفينهم أنهم يزورون هذا المعرض. أنا بشرت يعني عطيت تصريح لكل الموظفين عندي أنهم يزورون المعرض في أي يوم يختارونه. جزاك الله خير والله. إنزين فإن شاء الله يا رب يعني الكل يستفيد من زيارة هذا المعرض معرض الشارقة للكتاب واحد من المنصات الرائعة. أخوي محمود أنت طريت قبل شوي مريم أمجون الفائزة الكتكوتة اللي فازت في تحدي القراءة. نعم. تذكرون شو قالت أم؟ قالت القراءة هي الذاكرة الإنسانية الحية ومستشفى العقول إذا تسلحت بها رفعت مقامك وهذبت خلقك وشحت ذكائك. صحيح ما شاء الله عليها.
كلام جميل. انا عيبتني يعني العباره اللي قالتها، فعشان كذا حبيت اقولها. شكرا لك يا وفاء، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نهارك سعيد يا وفاء. وانتوا اسعد، حياكم الله. يا هلا. زين يعني تعطيني انا بعد اسير معرض كتاب؟ انت مديره كبيره، انا فقير. انا عندي سنتين يعني هذا شو؟ لا يعني نسير الصحه وسعاده شي كلنا، انا وانت وناخذ عيسى معانا نسير نزور معرض الكتاب. هذا لازم نرجع حق استاذ محسن حسن، هو اللي يعطينا هذا الترخيص. لا انا الفكره وين يعني، هذه اتوجه بها لجميع المؤسسات والدوائر الحكوميه والخاصه. صح. يا جماعه الخير، مثل هذه الفرص يعني وفروها لموظفينكم، يعني على الاقل اذا ما بتوفر المواصلات عطى رخصة، يعني عطى رخصة إن يحضر المعرض في يوم من الأيام. بالضبط. أيام الدوام يعني، عطى رخصة يوم 3 ساعات ساعتين قبل نهاية الدوام، خليه يتوجه للمعرض. يسوون محمود شيء مجموعة يعني من مختلف الأقسام في نفسها، ويروحون مرة واحدة جماعة يعني، ويأخذون الكتب ويصورونكم وشي، فيستوي حتى غير أن يستفيدون من الكتب، يستوي نشاط اجتماعي حتى الموظفين يتعرفون على بعض أكثر، يكون في حديث خارج الدوام، ترى هذا وايد يساعد في نشط الطاقة الإيجابية في العمل أيضا. صحيح. وأيضا يعني الواحد يعني على طاري الفائزة بتحدي القراءة البارحة، الطفلة الصغيرة بالسن الكبيرة بالعقل الكبيرة بالمقام حقيقة، مريم ممجون من المملكة المغربية. نعم. الشقيقة، يعني الواحد ينظر إليها يقف يعني خجلا من نفسه. بالضبط. أمام هذه القامة الكبيرة الصغيرة بالسن. صح. فيعني الواحد لازم يوقف شوية، يراجع نفسه، يطالع اللي ما يقرأ، ولا اللي يقول أنا ما أحب القراءة، ولا اللي يقول أني ما عندي وقت، لا الوقت موجود عموما. إنزين، لكن في ناس ما يحبون القراءة دكتورة، ما يحب يمسك كتاب يقرأه، هذه مصيبة. صح. مصيبة. صح ولا أنا غلطان؟ صح. القراءة تفتح العقول وتعرفك، توسع مداركك. كم كتاب قريت وتهذب النفوس. كم كتاب تقرين في السنة دكتورة؟ والله محمود ما أقرأ كتب كامل للأسف، أقرأ مقالات من كتب خلال السنة، يعني مو كتب كامل للأسف. الحين شاري كتابين، وعدة نفسي لازم أخلصهم. إن شاء الله تخلصينهم. إن شاء الله. خلاص منسي معرض الكتاب عير. يلا. ما نعطيك بعض العناوين تأخذينهم تقرينهم. عموما متواجدين معاكم ومستمرين مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله، ما نتحدث عن يعني شغلتين اللهم لك الحمد. البارحة تم إعلان الفائزين ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، اللي يعني تتنافس ما بين الدوائر الحكومية. هيئة الصحة بدبي ترشحت بمبادرتين. نعم. أول مبادرة هي تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، مبادرة جميلة ما نتعرف عليها بعد الفاصل مع الدكتور فوزي الصفدي. وأيضا عندنا مبادرة أحلى تكلمنا عنها خلال هذا الأسبوع أكثر من مرة، اللي هي الصيدلية الذكية. مبادرتين استطعنا من خلالها أن يعني نسهل على المتعاملين، استطعنا من خلالها أن نرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي وهيئة الصحة بدبي في المحافل الدولية. شو هذه المبادرتين؟ شو تفاصيلهم؟ من عرفها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا الدكتورة على 600551414، والرسائل النصية على 4006.
طيب بالأمس يعني تم الإعلان مستمعين الكرام عن المرشحين من قبل جائزة أو برنامج حمدان للحكومة الذكية. طبعا هذا البرنامج اللي يشرف عليه المجلس التنفيذي لحكومة دبي. البرنامج من البرامج الجميلة جدا اللي تعرف الجمهور على أبرز ما تتضمنه الدوائر الحكومية من مبادرات ذكية ممكن أنهم يستفيدون منها. وأيضا يعني كانت فكرة جميلة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي لتعزيز هذا التفاعل ما بين الجمهور مع الدوائر الحكومية. وأيضا فيها منافسة وفيها تقييم وفيها يعني الكثير من الأمور اللي الواحد يوصل فيها لهذه المرحلة، مرحلة الترشيح. صح زين. طيب الهيئة فازت أو ترشحت بمبادرتين. زين هذه المبادرتين اللهم لك الحمد صاروا يعني ضمن القائمة المصغرة اللي بيتم عليها التصويت. أول مبادرة معانا اللي هي يعني مبادرة جميلة لترميم الصمام التاجي. هذه المبادرة سموها تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، ابتكرها أحد الأطباء المخترعين عندنا في هيئة الصحة بدبي اسمه الدكتور فوزي الصفدي. نعم. وهو معانا موجود عبر الهاتف. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير دكتور محمود، كيف الصحة؟ الله يسلم. أهلا فيك دكتور. دكتور أول شيء ألف مبروك. اثنين أبغيك بس تعطيني فكرة سريعة عن هذا عن هذه التقنية. انزين وايضا ابغي بعدها باخذ منك كلمه من خلال يعني ترشيحك لضمن القائمه المصغره للتصويت للفوز برايه حمدان ان شاء الله. ان شاء الله. نعم، تقنيه دبي لترميم الصمام التاجي تقنيه جديده مجدده في جراحه القلب، تفتح افاق جديده جدا للمرضى على مستوى العالم، بحيث أننا نستطيع أن نحافظ على الصمام الطبيعي مهما يعني ولو بلغ الإصابة الصمام درجات متقدمة. يمكن ترميم الصمام والمحافظة عليه بطريقة مبتكرة وبسيطة سهلة التعلم. ونشكر الله أنه يعني صداها لم يقتصر على دبي، ولكن دبي قدمت هذه الهدية للعالم بحيث أجرت أكثر من 150 عملية جراحية لغاية الآن خلال سنة ونصف تقريبا. نعم. في أهم مراكز على مستوى العالم، 6 مراكز اعتمدت بشكل نهائي وكثير من المراكز تباعا إن شاء الله، ومنهم مركز هيوستن ميثودست دبيكي هاف سنتر في الولايات المتحدة ودالاس يونيفرسيتي سنتر، كذلك في سان رافائيل هوسبيتال في ميلانو وسانتا بروجو، وكذلك مستشفى هاسن من أهم مستشفيات بلجيكا. والحمد لله نحن نعمل مع هذا المستوى العالم لنشر هذه التقنية من دبي منارة العلم. وهذه التقنية يعني تحمل في طياتها تغيير نوعي في علاج الصمام التاجي. نعم. طيب دكتور ترشيحك لي من خلال هذه الجائزة، جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، شو يعني لك؟ وشو شعورك اللي حاس فيه حاليا، خاصة أنك أنت يعني حققت العديد من الجوائز في السابق عن 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 هذه التقنية؟ أنا جزء أتجزأ من عائلة هيئة الصحة، وهذا الترشيح هو ترشيح الهيئة وليس ترشيح شخصي. وأنا أكيد أنا أشكر كثير من الأخوة والذين تعاونوا معي، هم جنود مجهولون عملوا كثيرا في حتى نصل إلى ما وصلنا إليه. نعم. فرحتي لا توصف بأن هذه التقنية هي متبنات من 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 من, من هيئة الصحة. وطبعا سيبنى عليها يعني سعادتي لا توصف عندما أرى أن هذه التقنية يمكن يعني اعتمادها وتعلمها للأجيال القادمة. يعني نحن أنا دائما في أمام عيني كيف نستطيع أن نترك أثر يفيد العالم ويفيد البشرية أينما كان. صحيح. والحمد لله هذه هي أكبر يعني نعمة أشعر بها من عند الله سبحانه وتعالى.
شكرا لك دكتور فوزي الصفدي، مبتكر تقنية ترميم، تقنية دبي لترميم الصمام جزاكم الله خير، التاجي. جزاكم الله خير، توفيق من الله. شكرا لك دكتور. طبعا هذه التقنية من التقنيات اللي يعني فيها براءة اختراع لهيئة الصحة بدبي، صحيح الهيئة اللي يعني تزخر بالكثير من الطاقات الإبداعية، الكثير من المخترعين. تقنية نحن نتوجه فيها للعالم دكتورة، هذه مو صحيح بشغلة بسيطة، يعني بالضبط. براءة اختراع. هذه التقنية حلت يعني مشكلة أو سهلت صح، يعني الواحد حسنت حياة المرضى. وبشكل كبير، وهي فكرة بسيطة ولكن تطبيقها تم بهذا الشكل. صحيح. بناخذ تفاصيلها إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله مستمعينا، لأن فكرة التقنية جميلة جدا، ولكن أيضا هنالك أفكار أخرى في هيئة الصحة بدبي، أفكار ذكية تم تطبيقها. يعني كنا نتحدث قبل سنتين نعرضها في المعارض على أساس أنها تقنية مستقبلية، ولكن صح سرعة الإنجاز صارت بشكل سريع وشفناها على أرض الواقع، واليوم تطبق في مستشفيات الهيئة وراح تطبق وتعمم في جميع صيدليات الهيئة اللي هي الصيدلية الذكية. معانا عبر الهاتف دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور، وألف ألف مبروك على الترشح ضمن القائمة المصغرة للتصويت عبر جائزة حمدان للحكومة الذكية، وإن شاء الله يا رب يعني بهمة المستمعين وبهمة الجمهور إن شاء الله يعني وفهمهم للفائدة الكبيرة من خلال هذه التقنيات تكون هيئة الصحة بدبي إن شاء الله حاملة الراية هذه السنة. أول شيء دكتور إن شاء الله يعني عطنا فكرة سريعة عن الصيدلية الذكية. أول شيء طبعا الحمد لله نحن نفخر ونتشرف أن طلعنا ترشحنا في المرحلة الأولى هاي. ثاني شيء طبعا الصيدلية الذكية هي تخدم المجتمع، تخدم الجمهور، تخدم كل الأشخاص اللي هم لهم صلة بالعلاج وبالصحة وبالطب وإلى آخره. الصيدلية الذكية هي طبعا فوائدها أو يعني أهدافها، الهدف الأول هو تقليل فترة انتظار للمرضى في المستشفى. ولما تقلل معناته أنت تنتهي في طبعا سعادة المرضى ورضا الجمهور. هذا الهدف الأول والحمد لله نجحنا فيه. الشيء الثاني تقنية حديثة تقلل من مصاعب اللي يواجهها الصيادلة في العمل، الأخطاء الطبية تقللها أو تطغي عليها. الشيء الثاني وهو طبعا لما يكون في ما في أخطاء طبية معناته علاج ومحصل علاج أفضل. الشيء الآخر هو يسمح للصيدلي أن يقضي وقت أطول مع المريض، معناته يعلمه ويفهمه كيفية استخدام هذا الطبيب الدواء، فمعناته محصلة علاجية أفضل، نتائج أفضل، معناته مجتمع نتائج وصحة أفضل، يعني علاج الأمراض أفضل. صحيح. أيضا طبعا هو يعني يقضي على طبعا أي خطأ طبي حاصل يحصل في الإصراف الدوائي. نعم. أو في العلاج الدوائي. معناته أنني في الآخر عندي محصلة علاجية أفضل، رضا جمهور ومجتمع أفضل. أيضا الصيدلي نفسه هو يعني يكون عنده رضا بالعمل، لأنه هو يبتعد عن اللي هي عبارة عن يعني جمع الأدوية من فوق الرفوف، ويبدأ يعمل في مجال اللي هو التخصصي. نعم. وهو شرح الأدوية وعلاجها واستشارة طبعاً للمرضى والأطباء. صحيح. معناته يشتغل في عمل كلينيكي وسري. بالضبط. أفضل. صحيح. أيضاً طبعاً هنا اللي أوت اللي في الصيدلية نفسها في نفس المجال أو في نفس المكان في الصيدلية اللي كان طبعاً مع الشلفات وأشياء النظام القديم، اليوم أصبح الآن عندي يعني أجهزة واللي أوت وإضاءة وأفضل، معناته أنا العميل الداخلي الصيدلي هو أفضل. صحيح.
هذا كله يؤدي إلى شنو وضع عميل خارجي، لأن أيضا داخلي من أطباء وممرضينهم يكون التعامل أفضل، يكون صيادلة عندهم أوقات يقضونها مع الأطباء يعني لتباحث الأدوية وأيضا للممرضات التعليم وتثقيف الممرضة. فالمجتمع عندي في الآخر يكون وضع أفضل، سعادة أفضل، ومحصل علاجي أفضل. أيضا المستشفى الفريق الطبي من صيادلة وأطباء وممرضين هو يكون من عندهم رضا وظيفي أفضل، ورضا يعني بتواجدهم ووظيفتهم اللي يخدمها في المستشفى تكون أفضل. صحيح صحيح. دكتور علي، حاليا تخبرنا الصيدلية الذكية وين موجودة، وين ناويين تفتتحونها أو تتوسعون فيها؟ الحمد لله احنا من يومين، يوم الاثنين كان معالي حميد القطامي طبعا المدير عام الهيئة افتتح في مستشفى لطيفة. نعم. الذكية. والحمد لله طبعا احنا في مستشفى راشد وحوالي مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة شغالة الصيدلية الذكية فيها، واتجهنا للدي الحمى، والحمد لله بعد ان شاء الله بعد في يعني اغضون ايام تشتغل الصيدلية او شغالة هي، بس انها تفتحها الاسبوع الجاي ان شاء الله. صحيح صحيح. يبقى عندنا ان شاء الله المستقبلية ما نعمل مستشفى حتى مركز الورشة إن شاء الله. نعم. وإن شاء الله ننتقل إلى مراكز أخرى. إحنا أيضا في العيادات المراكز الجديدة يعني هي مع البناء موجود الصيدلية الذكية اللي هي القصيص والمسكين. نعم. إذن هي موجودة فيهم. ممتاز. فدكتور علي، إن شاء الله هو أتوقع التوجه راح يكون دائما إن هناك عيادات صيدليات ذكية موجودة، مثل ما تفضلت، تقلل الأخطاء، تساعد تقديم خدمة أفضل للمتعامل، تقليل وقت الانتظار، ففي فوائد جمة تنجم عن تطبيق مثل هذه الصيدلية الذكية. أنا يعني من خبرتي المتواضعة من أشوف المتعاملين في ند الحمر، اشتغلت مثل ما تفضلت حضرتك، كان في سوفت أوبنينج للصيدلية الذكية من يومين في ند الحمر، ما شاء الله الناس مستانسة جدا بسرعة الخدمة، ومستانسة ان هي قادرة تتواصل مع الصيدلاني بشكل افضل، ورحلة المتعامل بشكل عام صارت افضل مع وجود مثل الصيدليات الذكية. فنتمنى ان شاء الله تطبق في جميع المراكز، والناس ان شاء الله من تطبق راح تلاقي الفرق الواضح في الخدمة، في زمن الانتظار، في جودة الخدمة حتى لما تطبق الصيدليات هذه. هي كلمة يعني كلمة أخيرة طبعا، هي كلها تشجيع من القيادة العليا والقيادة الرشيدة في الحكومة، وزائد أن تشجيع من مدينة العام حميد القطامي، لأنه لولا وجوده هو ولو تشجيعه هو ولولا الموضوع هذا ما والدعم يعني النفسي والمالي والإداري لما نجحنا بهذا المشروع. الحمد لله. صحيح. إن شاء الله إحنا متوجهين في هذا المشروع وناجحين فيه، والحمد لله إحنا يعتبر بايونيرز يعني في المنطقة. نعم. في المنطقة. نعم. يعني طبقنا ونجحنا. بغيرنا طبق ولم ينجح، إحنا طبقنا ونجحنا الحمد لله. إحنا خطط لها بتخطيط سليم صحيح، ويعني حط وضعت المبادئ اللي هي الصحيحة اللي هي مشت فيها عليها الفترة الذكية ونجحت بهذا الأسلوب. إن شاء الله نجاح حياة الصحة دائما تنجح فيه إن شاء الله. إن شاء الله وفق يا دكتور، وإن شاء الله يا رب من نجاح إلى آخر، وإن شاء الله يعني نشوفكم على المنصة رافعين الراية، راية حمدان، وإن شاء الله يا رب يعني هي يعني نتوجه للجمهور يعني يتفاعلون مع هذه الجائزة بشكل كبير، ونتمنى يعني قدر الإمكان أن اللي يستحق أن يصعد على هذه المنصة يصل إلى هذه المنصة، وهذا طبعا باختيار الجمهور. شكرا لك دكتور. شكرا. علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا. طيب هني يعني دكتورة في الكثير من المواضيع اللي تطرقنا لها في هذه الحلقة، ولكن يعني موضوع أن عملية التصويت هي تتم وفق أسس ووفق قواعد ووفق آلية معينة. هذه الآلية إن شاء الله بنتعرف عليها في القادم من الأيام إن شاء الله. كذلك بتكون هنالك الكثير من يعني المواضيع التعريفية بهاتين المبادرتين إن شاء الله. واللي نتمنى يعني إن شاء الله يا رب يعني واحدة منهن إن شاء الله تفوز، إذا ما كانوا اثنينتهم إن شاء الله يفوزون إن شاء الله، والتوفيق كذلك لباقي الدوائر الحكومية. ولكن للأمانة
يعني المبادرتين هذه، لان انا هذه كلمه ليست ريان او مجامله، ولكن هي حقيقه صحيح. اتوجه فيها لمعالي حميد محمد القطامي مدير العام لهيئه الصحه بدبي. الدكتور علي سيد ذكر هذه المسألة، أنه ما كان مقصر معاهم لا بالدعم المالي ولا صحيح. بالنفسي ولا بالمعنوي صحيح. وللأمانة أنا أكد على هذا الموضوع، لأن المبادرتين هاتين كانوا يعني من المبادرات اللي لا تأثير كبير في حياة لا دكتورة إذا ما كان في لها دعم من الإدارة صح. العليا بالضبط. ما كانت بتشوف النور. أنت تحتاج يكون واقعيين. بالضبط، لازم يكون فيها بيئة عمل داعمة للابتكار وللتغيير، فهذا هي البيئة الداعمة اللي احنا عندنا في فئة الصحة بدبي. صحيح، وعلى رأسهم معالي حميد القطامي، لأن صحيح. لأن بأمانة مبادرات مثل هذه محتاجة دعم من القيادة العليا، وهو ما يدخر جهد صحيح. إلا أنه يتوجه لي أو يوجه بدعم هذه المبادرات صحيح. الكثير غيرها، لكن اللهم لك الحمد أن مبادرتين قويات لهم عائد كبير على المجتمع الإماراتي، وأيضا على مجتمع دبي، مجتمع دبي الصحي كذلك، يعني رفعت اسم إمارة دبي عالميا. اليوم نحن نتحدث عن واحدة من التقنيات الطبية اللي صارت باسم دبي صحيح. زين، والحين يدربون يعني انتم يا جماعة الخير ترى هذه التقنية يدربون فيها الأطباء عالميا. بالضبط، مثل ما ذكر دكتور صفدي، عالمية، مراكز عالمية تبنتها الحين تدرب عليها أطباءها، واسمها تقنية دبي صح، لترميم الصمام التاجي صح. بالضبط، يعني انتم متخيلين الاختراع اللي صار صح. انك انت عندك طريقه في العلاج زين، كانت عندنا طريقه دبي زين في القلب، الحين في ترميم الصمام التاجي صارت هذه الطريقه اللي اسمها طريقه او تقنيه دبي صح. لترميم الصمام التاجي. ففي ايضا اختراعات جايه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا موظفين مبدعين كثر يا محمود، ومثل ما تفضلت ان عندنا اداره داعمه للابداع والناس لازم مبدعين. لازم تحتضن الادارات يعني بالضبط. يا جماعه الخير اذا ما كانت هنالك اداره داعمه للمبدعين المفروض ان هذه الاداره تتغير على طول، لان بالضبط. نحن في توجه الدوله، اللهم لك الحمد، دخلنا خلاص مصاف الدول المتقدمه صحيح. بالامس شهدنا هذا الحدث التاريخي باطلاق خليفة سات صح. هذا القمر الصناعي اللي تم تصميمه وانتاجه بايادي اماراتيه 100% بالضبط. زين، فنحن داخلين خلاص مصاف الدول المتقدمه، وعندنا قيادتنا الرشيده ما تألو جهدا في دعم المبتكر وفي دعم المبدع صحيح. في دولة الإمارات، ولا وتوجهت حتى إلى الدول المجاورة صحيح. الدول بالضبط. العربية تفتح أذرعها الإمارات، تقول أي مبدع عربي صح. أي بالضبط. عقل مبدع مبتكر عربي حياها الله عندنا في الإمارات صحيح. وما ندعمه. فهذه الرسالة اللي نبغي نوجهها. ومحمود في رسالة بعد مهمة أكثر نعم للموظفين. لما تكون أنت مسؤول عن موظفين تلاقي بعض الموظفين عندهم أفكار جميلة، هاي رسالة الموظفين، لا تستصغر أي فكرة إبداعية عندك، أنت ممكن تحسن من الخدمة، تحسن من جودة الخدمات، هذه دعوة لكم، تقدموا بأفكاركم، هيئة الصحة فاتحة لكم ذراعها، وأعتقد كل الهيئات أيضا قدموا أفكاركم، ترى كل بلت من أفكار موظفين، ما في مدير قبل الله هذه كلها أفكاري، كلها كانت أفكار موظفين مبدعين. لا خلينا نكون صريحين، مو كل الأفكار من المدراء ولكن بقول لك من الموظفين. بقول لك شغلة، أحيانا المدير قد يقتل الأفكار عند الموظف، لكن أنا أبغى أتوجه إلى الشخص نفسه. محد يقدر يوقف قدام أحلامك وقدام طموحك وقدام إنجازاتك إلا نفسك. بالضبط، إلا أنت. وشوفي هذا بعد هذا يوقف في طريق الإبداع، هذا واقف قدام الإبداع، هذا عيسى خلص الوقت، خلص الوقت. إنزين، سلام وقول من رب الرحيم. عموما أحمد سلامة شكرا لك. إنزين، كان معنا في التنسيق أستاذ وائل زعتر، موجود معنا في الاستوديو بعد، كان معنا وياك الزعتر معنوياً ما شاء الله، معنويا يدعمنا من خلف الزجاج. شكرا لك عيسى سبيل، كل الشكر للزميلة نور نزال على إعداد هذه الحلقة المميزة، شكرا لك الدكتورة ندى الملة، شكرا لكم، تسعدينا دائما. شكرا، أنا أسعد بوجودي والله.
انا كل على بالي ندى، طلعت يا اسعد. عموما هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.